خيل الله اركبي يا خيل الله اركبي يا خيل الله اركبي، فإن الواقعة قد حصلت، وأن المعركة هي معركة فاصلة، معركة بين الإيمان والكفر، فاختاروا الخندق الذي تكونون فيه. ثم دعنت الرقادة، إنه الإسلام عادة، في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد. إنكم عبيد لله وحده، يا أهل الشام أنتم عبيد لمن؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد. يا أهل الشام، على من تتوكلون؟ على من تتوكلون؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يا أهل الشام، يا أهل الشام، من هو ناصركم؟ الشام، من هو ناصركم؟ من هو ناصركم؟ إن ينصركم الله فلا غالب لكم. يا أهل الشام، من هو وليكم؟ من هو وليكم؟ وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. ستسمع روسيا تكبيرنا في المعارك والمساجد، فلن يخيب الله عبدا قدره، ولن يخيب الله عبدا كبره. فالله أكبر، الله أكبر. يا روسيا، سترون ما لا يسركم في بلاد الشام. إن كانت روسيا التي أخذلها خطاب بقوة الله، فإنها سترى في الشام بإذن الله ألف خطاب. والله لنعيدن جحيم الروس في بلاد الشام، وإنهم ذاقوها في مورك وفي اللاذقية وفي الغاب. أخبروا ذا الروس عنا واليهود، أننا مهما ضعفنا سنعود. نحن في الحرب رجال كالأسود، نبتغي الموت ولا نرضى الوعود. اسألوا عنا الثريا والثرى، اسألوا عنا الثريا والثرى. لا نخاف الموت، لا نخشى الورى، رمينا صائب إذا الرامي رمى. في سبيل الله بعنا والله اشترى. انظروا في الغاب، انظروا في الغاب وفي مورك حما. انظروا رجالنا أبطالنا شم أباه. روسيا، لا أراكم يا غزاة، إنهم أبطالنا مرغوا أنوف الطغاة. اهتفوا الله أكبر يا رجال. إن هتفتم نهي أكبر يا رجال، فارفعوا تكبيركم وقت النزال. معنا الرحمن لا شيء محال. إن ذكرنا الله تهتز الجبال، إن ذكرنا الله تهتز الجبال.